ذكر بأمر الله أدلته من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله أثره في توطيد العلاقات بين أهل الإيمان بل وبين الناس وبعضهم البعض، ألا وهو جبر الخواطر. الخاطر الذي يكسر ينبغي أن يجبر، ينبغي أن يجبر، وينبغي أن تنظر إلى الذين كسرت خواطرهم وزلت أقدامهم وأرادوا التوبة والرجوع إلى الله، ينبغي أن تجبر خواطرهم. والجبر ضم الشيء لبعضه وإصلاحه، لبعضه وإصلاحه، كما يقول مثلا في الذي يصلح العظام المكسورة يسمونه في بلادنا مجبراتي، يعني يضم العظمة المكسورة إلى أساسها ويربط رباطا حتى تلتئم. فالخاطر الذي كسر ينبغي أن يضمد، لأن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، وينبغي أن يكون المرء والعبد في عون أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.